سلام خوتي، بزاف منكم يسقسيوني يقولوا لي لا ديفيرونس في الاس بي اف. كاع بالكم شنو معناتها اس بي اف؟ معامل الحمايه من اشعه الشمس. بصح الاو في ا والاو في بي كاين لا ديفيرونس بيناتهم؟ الو كتبوا معايا. بالنسبه للاو في بي كاين اي في بي اي في ا، هادو في زوج الترا فيولي، اسمها هذه اشعه فوق بنفسجيه، بصح كاين بزاف. اشاك فوا نقول لكم تشوفوا ايكرو سولير لازم تكون فيه دويره على الاو في ا. اوكي اي في بي نورمال، بصح اي في ا لازم تكون فيه دويره. الاو في بي هي الاشعه الاكثر نشاطا. واش معناتها؟ معناتها هذه هي اللي نبرونزيو بها. تما شتي كتقيس الشميسه هذه هي لا كونتيتي تاعها بزاف صغيره اللي تلحق للشميسه، مي بصح تكون اكثر نشاطا. دوك هي اللي حتكون ريسبونسابل على لي بغيلور في لا سيرفاس تاع لابو تاعنا، تسمى الحريق في البشره تاعنا حيكون ريسبونسابل عليه الاي في بي. اما بالنسبه للاي في ا، الاي في ا هي الاشعه الاكثر انتشارا. واش معناتها؟ معناتها هذه هي لا كونتيتي الكبيره اللي حتلحق لابو تاعنا، وهذه اللي حتكون مسؤوله على الضرر على المدى البعيد. تسمى بلي طاغ هذه هي اللي يبان لي في تاعها، سواء في ليطاج في الفيزاج، سواء في لي ريت، سواء في الشيخوخه المبكره، سواء في العلامات تاع الشميسه، سواء سرطان البشره. دونك الاو في ا هي اللي حتكون ريسبونسابل عليه. تسمى الاو في ا هي الاشعه الاكثر انتشارا، وهي اللي حتكون مسؤوله على الاداء في البشره تاعنا على المدى البعيد. والاو في بي هي الاكثر نشاطا، والحاجه الكبيره اللي تقدر ديرها سي كو تحرق لنا لابو تاعنا.